نستطيع أن نواجه واقعنا نحن اليوم بفكر مستنير وبفكر رشيد دقيق محيط بكافة أبعاد المسألة التي تبحث أو التي يفتى فيها، هل نستطيع ذلك؟ نعم نستطيع بهذا الميراث الإفتائي الكبير الذي ورثناه عن أسلافنا والذي يمتد إلى هذه الخبرة المصرية العميقة التي تجذرت في التاريخ والتي أعطت كثيرا. فإذا نحن في وقتنا الحاضر لا يمكن أن ننبت أبدا ولا أن ننقطع عن الماضي. الماضي هو العنوان، لكن التعامل مع الماضي لابد أن يكون تعاملا بعقل رشيد جدا، بعقل واعي يدرك ما كان وسياق ما كان. نحن اليوم قد لا نتصور بعلمنا فقط، وإنما لابد أن نلجأ إلى المتخصصين من أهل الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة وغير ذلك من العلوم المختلفة التي نجحنا أو نجحت دار الإفتاء المصرية في إيجاد علاقة بينية بين العلوم المختلفة. فلم يعد العلم الشرعي وحده هو المهيمن، بل سنده كما هو ميراث العلماء من قبل ذلك، سنده العلم الدنيوي كما نحن نطلق عليه. هذه الدعوة لتجديد الخطاب الديني تحمل عناوين عديدة، منها عنوان فقه المقاصد الوطنية، وهذا الفقه المقاصد الوطنية هو الفقه الذي يقوم عليه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اللي أنا دائما أسميه دائما وأصفه ويسبق اسمه مفتي المقاصد الوطنية. ومفتي المقاصد الوطنية لأن المقاصد الوطنية العليا مؤسسة تأسيسا حقيقيا على المقاصد النبوية العليا في المدينة المنورة. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدد حدود المدينة وحفر النفق لحمايتها كان يحمي الحدود، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما عقد المعاهدات وثبت المواثيق وحرر وثيقة المدينة كان يضع دستورا حقيقيا لدولة المدينة. من ينكر دولة المدينة ينكر فكرة الدولة الوطنية. هو الكتاب فكرته الأساسية أنك بتستعرض حياة الدكتور ناصر حامد أبو زيد وبتستعرض إنتاجه الفكري، اللي هو هذا الإنتاج ببساطة شديدة جدا يعني تسبب في مطاردته وتسبب في أنه رفع دعوة للتفريق بينه وبين زوجته وأدى إلى تكفيره. أنت بتقول طول الوقت أنه أي تفكير أو أي اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق، يمكن التعامل معه بالحوار، إذا كان حتى من وجهة نظر أنه ناس أنه مخطئ فممكن نقول مخطئ في واحد اتنين تلاتة. فكانت الفكرة الأساسية أنه أولا بتعمل رد اعتبار لحرية التفكير، مش رد اعتبار للشخص، لأنه هو دكتور ناصر حتى بعد ما خرج من مصر ويعني ارتقى علميا ولو صيت عالمي، يعني العالم كله يعرف الدكتور ناصر. أنا أحيانا بيصعب عليك أن يبقى عندك مفكر مصري له كل هذا الحضور في العالم ويبقى في مصر ناس مش عارفاه او الناس مش مقدره ما انتجه وما ابدعه. ان انا على قناعه بما قدمه، بالاضافه انه شخصيه تستحق ان يكتب عنها يعني.